المباريات في هذه البطولة، ونحن الآن بانتظار بداية اللقاء النهائي الثاني الذي يجمع ما بين الجالية المصرية والجالية اليمنية في هذا اللقاء المرتقب ما بين الفريقين. طبعا بعد أن شاهدنا اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين أيضا في الأدوار التمهيدية كانت مباراة مثيرة بعد تقارب المستوى اللي شاهدناه في تلك المباراة، وأيضا القوة البدنية اللي يمتلكها الفريقين. الله الله الله، لم أكمل كلامي عن الإثارة الموجودة في المباراة الأولى، ها هي الإثارة عند الدقيقة الأولى من هذا اللقاء ومن الهداف الأبرز للجالية المصرية اللاعب المتميز محمد حمودة يسجل هدف أول، وهو اللاعب اللي سجل سوبر هاتريك في اللقاء الماضي مع الجالية الأردنية. تقارب المستوى والعامل البدني والفوارق الفنية ستظهر من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا اللقاء المثير الذي بدأ بإثارة من الدقيقة الأولى بل من الثواني الأولى من هذه المباراة. هدف مقابل لا شيء، وأبناء جمهورية مصر العربية ناوين على نية في هذه المباراة من خلال البداية القوية والهدف الأول عن طريق اللاعب الأبرز الهداف محمد حمودة. قبل ذكر التشكيلة، الإثارة جاءت قبل قائمة الفريقين من هذا اللقاء الذي يدخلها الفريق اليمني طبعا وهو متأخر إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى. مباراة سريعة من بدايتها، الإثارة بدأت من الجالية المصرية، كرة فيها محاولة لا تخلو من الإثارة هذه المباراة، والبداية بدأت قوية بهدف مصري أول وصلت إلى خطأ هذه المرة. هذه اللقطة الرائعة من جانب اللاعب عباد أحمد اللي تحصل على خطأ. طبعا قبل ذكر التشكيلة ولا مجال لذكر تشكيلة الفريقين إلا من خلال مجريات هذه المباراة، ويعذرني عزيزي المشاهد من السرعة الحاضرة في هذا اللقاء. خطأ من خارج منطقة الجزاء إلى مصلحة الجالية اليمنية عند اللاعب هشام حنفي اللي يبحث عن هدف تعادل، بل هو محمد عبد الملك من جانب الجالية اليمنية. محمد يسدد كرة فيها محاولة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، هدف مقابل لا شيء، وهذا إبراهيم خضير صاحب المحاولة الماضية. وصلت إلى إبراهيم مرة ثانية يبحث له عن مساندة، ينتظر المساندة تأتي من الخلف من جانب محمد عبد الملك. محمد يستلم كورته المحاول، يا سلام على التمرير، لا زالت القوة من جانب المنتخب أو من جانب الجالية اليمنية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة الخال. وصلت سريعة للشعار الأزرق اللي باني بقوة لمعالجة الخطأ اللي جاء في بداية الشوط الأول بتسجيل هدف تعادل من هذا اللقاء. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الآن إلى الخلف من جانب الجالية اليمنية والبحث عن هدف تعديل في بداية الشوط، البحث عن التسديدات من خارج المنطقة من جانب الجالية اليمنية، لكن هناك خطأ في التنفيذ وبعد ذلك تتحول إلى الفريق الأحمر للفريق المصري. عادت بعد ذلك لمحمد شريف يحول كورته للهداف حنفي صاحب الهدف الأول، تمريرة من محمد حمودة إلى خارج أرضية الملعب، كرة تتحول إلى منتصف أرضية الملعب بعد ذلك من جانب الجالية المصرية، تمرير سريع بل الخطأ يأتي من جانب الجالية المصرية طبعا بعد التعادل اللي كان يبحث عنه أو الجالية اليمنية والبحث عن تعديل النتيجة. الخطأ يأتي سريع، البحث عن الوقت والثواني الثمينة في كرة القدم للصالات، كرة مرتدة من أمام ثلاثة يمنية هذه المرة. فعلا العامل البدني والفوارق الفنية وكذلك القوة البدنية لكل الفريقين خصوصا من جانب اليمن. محاولة تعادل هي فرصة لا زالت، ولكن تحولت إلى ركلة ركنية إلى ركلة ركنية. أخطاء من ناحية الفريقين والسرعة تلعب دور كبير في بداية الشوط. محاولة سريعة، جماهير من جانب الجاليتين في مدرجات صالة بريدة خليفة الرياضية من خلال التواجد بكثافة كبيرة وكذلك المؤازرة منذ البداية هي للخطير الثاني. الله الله الله، عمل
عملوها أبناء الفراعنة في بداية الشوط الأول. وهدف ثاني من الهداف حمودة يسجل الهدف الثاني. هدفين للا شيء، هدفين للا شيء. الأمور غير مرضية تماما للمدرب اليمني هناك خارج أرضية الملعب، الأمور غير سارة. قد يضطر لأخذ الوقت المستقطع الأول السريع في شوط المباراة الأول، وفقط عند 6 دقائق الأولى، بل هي 5 دقائق، وأبناء الفراعنة يخطون خطوة كبيرة للفوز بلقب هذه البطولة للمرة الأولى، وهي النسخة الأولى من دور الجاليات. كرة تتحول بعد ذلك إلى الجانب الأيسر، مستمرة. يا سلام على المهارة، يا سلام على المرور، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب من قدم كريم أحمد. هذا هو كريم في المحاولة الماضية من أمام مدافعين، فقد الكرة الماضية. والجالية اليمنية طبعا ربما أو الفريق اليمني لم يتوقع هذه القوة الضاربة من جانب الفريق المصري. البحث عن هدف ثالث قد ينهي شوط المباراة الأول وينهي آمال الفريق اليمني للعودة للمباراة، ربما طبعا عطفا على المستوى الحاضر لكلا الفريقين في هذه المباراة. الكرة تتحول إلى الخلف إلى منتصف أرضية الملعب، عادت بعد ذلك أبناء الفراعنة واللعب بقوة كبيرة داخل أرضية الملعب من بداية الشوط. لمسة سريعة، البحث عن التقليص، قد نشاهد بطاقة صفراء، حكم اللقاء يأمر بخطأ فقط من خلال المحاولة الماضية. هذه الكرة المرتدة اللي أشار فيها حكم اللقاء إلى خطأ. هدفين مقابل لا شيء، بينما حكم اللقاء يعيد الكرة في المكان المناسب من خلال المحاولة الماضية. فعلا الفريقين لم يعطيا الجمهور أي فرصة إلى الاستراحة في بداية الشوط الأول. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، هدفين مقابل لا شيء. الأمور سارة للفريق المصري والجماهير وللجماهير الحاضرة بشكل كبير من هذه المباراة. ركلة الخال إلى مصلحة حمودة، حول كرة إلى خارج أرضية الملعب، وهو اللاعب المرشح الأكبر لكي يتوج هدافاً لدور الجاليات. حمودة صاحب الأهداف الثمينة في الأدوار التمهيدية، راح نتحدث عن ذلك، ولكن بعد كرة اليمن لكن مقطوعة إلى الخلف. بدأ المنتخب أو الجالية المصرية والفريق المصري بدأ بالتشكيلة الأنسب من خلال 4 لاعبين مع حارس المرمى داخل أرضية الملعب. لا تغييرات منذ البداية، بل هي الأمور سارة تماماً للفريق المصري داخل أرضية الملعب، متقدم بهدفين للا شيء. فقط الآن 8 دقائق مضت من شوط المباراة الأول. رمية مرمى أمامية إلى منتصف أرضية الملعب لمصلحة عبد الله العرولي. عبد الله يستلم كورته، ينتظر المساندة في الخلف. أي خطأ سيكلف الكثير من جانب الدفاع اليمني في شوط المباراة الأول، وهذا ما شاهدناه من خطأين طبعا كلفا هدفي هذه المباراة في شوط المباراة الأول. الرولي مرة ثانية، العرولي يبحث لعن لمسة أمامية، تسكير المنافذ تماما من جانب الفريق المصري، مرور بشكل رائع. الأمور تبدو صعبة على الفريق اليمني بالرغم من أنه هو الفريق الفائز في لقاء الدور التمهيدي بنتيجة 7-6 على الجالية المصرية بعد أن التقيا في المجموعة اللي كان متواجدا فيها طبعا في الأدوار التمهيدية. محاولة، وأيضا الفريق اليمني هو اللي كان متصدر تلك المجموعة. الكرة مرتدة، هي خطيرة، لمسة، هدف أول، وتألق من حارس المرمى، تألق كبير من جانب محمود إبراهيم في اللقطة الماضية بعد المحاولة الخطيرة من جانب الجالية اليمنية. ركلة الخال، ركلة الخال إلى منتصف أرضية الملعب. يوسف عبد الرب يناول كرة إلى عبد الله العرولي، مضت إلى حارس المرمى محمود إبراهيم. هدف مقابل أو هدفين مقابل لا شيء للبديل هشام حنفي. هشام يلعب كرة خلفية، وصلت بعد ذلك إلى محمد شريف إلى الخلف. هدفين للا شيء، مباراة سريعة من البداية
ومحاولة يمنية للعودة للمباراة لازالت لحنفي. استلام، لاحظ التنظيم الرائع، لاحظ الانتشار، ولاحظ كذلك الفوارق والعامل البدني اللي يلعب دور كبير في هذه المباراة بالرغم من تساوي الطرفين من ناحية الأداء. الكرة تتحول، مقطوعة، هدفين للا شيء، فرصة العودة، فرصة تسجيل الهدف الأول. يا سلام، سجلوها، سجلوا هدف التخليص. أصبحت النتيجة بفارق هدف واحد والإثارة مستمرة، هذه المرة عن طريق اللاعب عبد الله العرولي يسجل الهدف الأول لمصلحة الجالية اليمنية لتصبح النتيجة الآن هدفين لهدف واحد. الإثارة مستمرة ونحن موعودون أيضا مع دقائق متبقية مثيرة من هذه المباراة. الكرة تتحول إلى مصلحة كريم أحمد، كريم خطف التنفيذ، التعادل إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية قد تبدو عودة قوية من جانب الجالية اليمنية من خلال ما تبقى من زمن شوط المباراة الأول. تبديل سريع، محاولة سريعة لازالت، تخلصت من حارس المرمى ومضت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية بقرار من الحكم، لعبت سريعة وتنفذت إلى ركنية أخرى. بدأت الجماهير تتوافر بشكل أكبر والفريق اليمني يبحث عن المعادلة. الله الله الله، يا سلام على هذه المباراة، ويا سلام على الدقائق اللي مضت من شوط المباراة الأول. التعادل يأتي للجالية اليمنية، عملوها أبناء اليمن وسجلوا هدف التعادل في شوط المباراة الأول، هدفين لهدفين. فعلا الأمر يستدعي وقت مستقطع من جانب الفريق المصري، كان متقدم بهدفين، هو الآن يجد نفسه متعادل بهدفين لهدفين، وبالتالي عادت المباراة إلى نقطة البداية، عادت إلى نقطة التعادل، وعادت إلى ما بدأنا من خلاله في هذا الشوط. ونحن موعودون كذلك مع إثارة متبقية من نهاية شوط المباراة الأول السريع من خلال الأداء الحاضر من جانب الفريقين. تبقت 9 دقائق تقريبا على النهاية، والتعادل بهدفين لهدفين، والفريق اليمني يسجل هدف التعادل أيضا عن طريق عبد الله العرولي، هدفين لهدفين، والإثارة مستمرة في هذه المباراة. تعليمات حاضرة لتفادي الأخطاء الموجودة من جانب الفريقين. فعلا القوة البدنية والفوارق الفنية والعامل البدني أيضا كان متقارب من جانب الفريقين في الأدوار التمهيدية، يستمر ذلك من خلال هذه المباراة. المستوى المتقارب من جانب الفريقين يستمر في اللقاء الختامي من دوري الجاليات. الكرة تحولت لمصلحة الفريق المصري هذه المرة، وفعلا الفريق المصري استدعى الوقت المستقطع الأول في المباراة. قد يبدو سريع في شوط المباراة الأول بالرغم من أن الفريق كان متقدم بهدفين للا شيء، يجد نفسه متعادل هذه المرة. الضغط على حامل الكرة، خطأ في التنفيذ ومرت إلى رمية مرمى. الضغط على حامل الكرة بشكل كبير، الطريقة تغيرت من جانب الفريق اليمني بعد تلقي لهدفين، وبدأ يضغط على منتصف ملعب الفريق المصري بشكل أكبر. في شوط المباراة الأول نجح في المعادلة بالضغط على حامل الكرة بشكل أكبر من خلال هذه المباراة. ركلة إدخال، بينما طبعا حكم اللقاء يوقف اللعب طبعا لإزالة المياه المتواجدة داخل أرضية الملعب لسلامة اللاعبين في هذه المباراة. الكرة مضت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال، ولدينا فرصة كانت ثمينة من جانب الفريق المصري في الوقت الماضي، وبعد ذلك التعادل يأتي لمصلحة الفريق اليمني. كرة تتحول، الفرص قليلة ولكن جميعها جاءت بأهداف من جانب الفريقين. تحولت إلى الأمام إلى الحارس منير، مضت سريعة من جانب إبراهيم خطير. إبراهيم يبرر لكرة في منتصف أرضية الملعب، مستمرة، خطيرة، الهدف الثالث، لازالت ولكن تحولت إلى الفريق المصري. مرة ثانية الآن المحاولة خطيرة وابعدت إلى الجانب الأيسر، المحاولة لازالت مستمرة من جانب الفريق الأحمر اللي وجد نفسه متعادل بعد أن كان متقدم بهدفين للا شيء.
مستمرة لهشام حنفي. هشام يمرر تغطية سليمة، حكم اللقاء يشير إلى استمرارية اللعب في المحاولة الماضية، بينما الكرة تحولت إلى ركلة الخال في الكرة الماضية لمصلحة الفريق اليمني في الكرة الماضية من جانب حسين العلوي. مضت الآن إلى خارج أرضية الملعب، الأمور تسير إلى نتيجة التعادل تقريبا عند الدقيقة 7 ونهاية شوط المباراة الأول. وشاهدنا أيضا اللقاء الأول من طبعا النهائيات هذه البطولة في بطولة دوري خالد بن حمد لكرة القدم للصالة في النسخة السادسة، والنهائي اللي شاهدناه أيضا في دوري الفتيات. والمعلومات القادمة عن المباراة القادمة طبعا ستكون في اللقاء الثالث من دوري خالد بن حمد للأندية الوطنية. الكرة تحولت إلى رمية مرمى، هدفين لهدفين في السبع دقائق الأخيرة. مضت إلى حنفي، مقطوعة من أمامه بشكل سليم، التغطية حكم اللقاء يشير إلى استمرارية. مضت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى أمامية بشكل سريع، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كلما طبعا يمر الوقت في هذه المباراة يبدو الحذر أيضا يسيطر على أداء اللاعبين، الخوف من الخسارة وخسارة اللقب الأول من دوري الجاليات. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال مرة أخرى لمصلحة الفريق اليمني، ولكن الكرة تحولت إلى الأمام، تدخل مع حارس المرمى، الكرة مضت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال والحارس محمود إبراهيم واقع على أرضية الملعب في المحاولة الماضية. سلامات لكي يواصل مع زملاء هذه اللقطة الماضية اللي أصيب فيها حارس المرمى المصري في اللقطة الماضية. والجالية المصرية بدأت مبارياتها بفوز عريض على المغرب ب 11 هدف مقابل هدف واحد، بينما اليمن بدأ مبارياته بفوز أيضا على المغرب بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين عن مباريات المجموعة الثانية. طبعا تصدر الجالية اليمنية لهذه المجموعة بعد انتصاره على الفريق المصري بسبعة أهداف لستة، سبعة أهداف لستة في مباراة مثيرة جمعت ما بين الفريقين، بينما الأمور تبدو متعادلة لغاية الآن. ركلة إدخال إلى منتصف أرضية الملعب مستمرة، لا زالت إلى الخلف، محاولة لمصلحة حنفي، يستلم الكرة بشكل سليم، يناول الكرة، لا زالت الاعتماد على المهارات. الأخطاء تبدو أيضا كثيرة في منتصف أرضية الملعب عند الاستحواذ على الكرة، وهذا ما يكلف الكثير من جانب الفريق المصري اللي يعتمد بشكل كبير على المهارات الفردية في منتصف أرضية الملعب. محاولة فيها تسديدة إلى رمية مرمى، رمية مرمى لمصلحة الجالية اليمنية هذه مرة. والفريق اليمني طبعا وصل إلى هذه المباراة إلى هدف ثالث، الهدف الثالث لمصلحة اللاعب المتميز في اللقطة الماضية محمد شريف، هو اللي يسجل الهدف بخطأ. فعلا كنا نتحدث عن الأخطاء الموجودة في الكرة الماضية، لاحظ الخطأ في منتصف أرضية الملعب وجاء الهدف الثالث عن طريق محمد شريف، ثلاثة أهداف لهدفين. والجالية المصرية تبحث عن انتصار في شوط المباراة الأول والعودة مجددا إلى التقدم. الكرة تتحول إلى الجانب الأيمن مستمرة، عادت مرة ثانية لمحمد شريف، يعيدها إلى الطرف الأيسر، مضت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال، ركلة إدخال في المحاولة الماضية. الفريق اليمني تأهل لمباراة نهائية بفوز عريض على الجالية الفلسطينية، بينما الفريق المصري استطاع أيضا من الفوز على الجالية الأردنية في دور نصف النهائي من بطولة دوري خالد بن حمد لكرة القدم للصالات في نسختها السادسة. والمنظر الرائع الحاضر في هذه الأمسية أحبائي الكرام هنا تحت سقف طبعا صالة مدينة خليفة الرياضية في الحضور الجماهيري الكبير
من جانب طبعا كل الفئات من مناطق منطقة أو مملكة البحرين طبعا في حضور هذه البطولة الرائعة والمستمرة في نسختها السادسة بعد التطور الكبير من هذه البطولة. نحن نصل إلى النسخة السادسة والست دوريات مكتملة من خلال هذه البطولة طبعا من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. الكرة تتحول إلى ركلة الخال. ركلة الخال لعبت سريعة، البحث دائما عن استلام الكرة واللعب القصير من جانب الفريق اليمني وعدم الاستعجال في التقدم إلى الأمام، هذا هو عنوان الجالية اليمنية داخل أرضية الملعب. بالرغم من تأخر بهدفين لكن عاد بقوة ووجد نفسه الآن متأخر بفارق هدف بثلاثة أهداف لهدفين، وكرة القدم للصالة لا تعرف هذه النتيجة بل لا تعترف بهذه النتيجة على اعتبار أن الفارق بسيط جدا ومن السهولة العودة إلى المباراة. ركلة الخال مضت لمصلحة الفريق المصري هذه المرة. ركلة الخال هناك في الجانب الأيمن عند محمد شريف، يحول كرة لكريم أحمد. كريم استلام، البحث عن لمسة خلفية وصلت بشكل سليم لمصلحة الفريق المصري. أحمد يحول كرة إلى خارج أرضية الملعب وركلة الخال. 3 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول متابعينا ومشاهدي طبعا قناة البحرين الرياضية في كل مكان ومحبي كرة القدم للصالات. هنا الإثارة مستمرة، الإثارة متواجدة والحضور القوي من جانب الفريقين. ركلة الخال، ركلة الخال عند محمد إبراهيم، يتركها إلى يوسف عبد الرب. يوسف يلعب كرة خلفية بشكل خاطئ، وصلت بعد ذلك بشكل سليم عند عباد أحمد. عباد يتقدم بكورته لكن مضت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. رمية مرمى سريعا، المدرب المصري يجري تغييره السريع بدخول الهداف البارز محمد إبراهيم حمودة صاحب هدفين في هذه المباراة، إلى جانب أيضا اللاعب عبد الله العرول اللي سجل هدفين. فرصة ثمينة وصلت سريعة، خطأ في التنفيذ، المرور يأتي سريع بينما حمودة والتغطية الحاضرة. الكرة تخلصت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية مرمى. رمية مرمى، خطأ في التنفيذ، المحاولة سريعة خطيرة وحارس المرمى يعالج الخطأ اللي ارتكبه في اللقطة الماضية، كانت أن تكلف التعديل في كرة ثمينة لمصلحة الفريق اليمني. الكرة مضت الآن إلى خارج أرضية الملعب مرة أخرى إلى الطرف الأيسر، أمامية مقطوعة، 3 من أمام 3 من المدافعين. الأفضلية لمن؟ الأفضلية تبدو للمهاجم من اللقطة القادمة، لكن تسكير المنافذ يأتي سريع من خلال المحاولة اليمنية المستمرة لكن وصلت إلى حارس المرمى أنيس ناصر. أنيس يحول لكرة، تحولت إبراهيم خضير، يناول إلى محمد عبد الملك، إلى خضير مرة ثانية، يلعب كرة في الجانب الأيمن، لازالت يمنية. البحث عن تعديل النتيجة قبل الذهاب إلى نهاية شوط المباراة الأول في الثواني الأخيرة من زمن هذه المباراة. ركلة ركلية وشوط المباراة الأول، كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة الخال، أمامية سريعة الآن وصلت للأمام إلى حارس المرمى أنيس ناصر. البحث عن الثواني الأخيرة في نهاية شوط المباراة الأول، 3 أهداف لهدفين والفريق المصري قد ينهي هذا الشوط متقدم ويهدي طبعا الأخبار السارة لجماهيرة الحاضرة في هذه المباراة. كرة تتحول إلى الجانب الأيمن مستمرة، لازالت في الثواني الأخيرة، الفرصة إما للعودة للمباراة بتسجيل هدف التعادل، مستمرة الآن، هي خطيرة، لازالت التعادل، التعادل قريب من الجالية اليمنية، لازالت مستمرة في الثواني الأخيرة، مضت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب في لقطة مثيرة في نهاية شوط المباراة الأول، لازالت مستمرة. المحاولة
من الجهة اليمنى لخارج أرضية الملعب، 7 ثواني فقط على النهاية، والفريق المصري في طريقة لإنهاء هذا الشوط متقدم ب3 أهداف مقابل 2. كرة أمامية تحولت إلى خارج أرضية الملعب، فعلا تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال، 3 ثواني تقريبا على النهاية، هذه راح يتبع فيها طريقة للتسجيل. لاحظ فعلا هذه الكرة السريعة وصلت أمامية إلى حارس المرمى اللي يستلم الكرة بعد نهاية شوط المباراة الأول، وصافرة الملعب التي تنهي هذه الدقائق المثيرة وال20 دقيقة المثيرة ما بين الفريقين، بتقدم الجالية المصرية على الجالية اليمنية ب3 أهداف مقابل 2 في إثارة مترقبة طبعا من شوط المباراة الثاني. نحن بانتظار ذلك أحبائي الكرام، ولكن بعد هذه الاستراحة القصيرة نعود بعد ذلك إلى مجريات هذا اللقاء، وإلى اللقاء. عودة بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم إلى مجريات الشوط الثاني من لقاء النهائي الثاني في هذه البطولة، في بطولة دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات، 6 في هذه النسخة، وفي شوط المباراة الثاني من هذه المباراة التي تجمع ما بين فريقي الجالية المصرية والجالية اليمنية في نهائي دوري الجاليات
بعد أن شاهدنا شوط المباراة الأول بتقدم الجالية المصرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شوط أول مثير جمع ما بين الفريقين في هذه المباراة. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة إدخال سريعة، محاولة يمنية، محاولة للتعديل لكن مقطوعة، مستمرة في منتصف أرضية الملعب. السرعة سيكون طابع هذا الشوط بلا شك، وإن كان من جانب الفريق اليمني بشكل أكبر لمعادلة النتيجة من هذه المباراة. الفريق تأخر بهدفين، عاد للتعادل ووجد نفسه متأخر في شوط المباراة الأول بفارق هدف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. ركلة إدخال تحولت إلى الجهة اليمنى مرة ثانية للفريق اليمني. يوسف عبد الرب يناول كرة لمصلحة عدنان قاسم، عدنان معاه الكرة لكن مقطوعة، خلفية وصلت من قرار حكم اللقاء إلى ركلة إدخال في اللقطة الماضية. للمرة الأولى ينزل اللاعب عدنان قاسم في هذه المباراة وهو اللي يمتلك الكرة. عدنان يحاول كرة للمنتصف، مستمرة أمامية سريعة، التعادل وتألق حارس المرمى، تألق حارس المرمى في الكرة الماضية. لاحظ اللمسة الرائعة وبلمسة أخيرة حارس المرمى ينقذ الموقف، الحارس محمود إبراهيم. الكرة تمضي ليوسف عبد الرب، يوسف يستمر في التقدم، يعتمد على نفسه. كرة تحولت إلى ركلة إدخال، كرة تحولت إلى ركلة إدخال في الكرة الماضية. ثلاثة أهداف لهدفين، وهذه النتيجة في كرة القدم الصالات طبعاً لا تعني الفوز، لا تعني الانتصار، بل لا تعني الاقتراب من الفوز في هذه المباراة. الإشارة لصافرة وخطأ، الوقت بدري عليه في شوط المباراة الثاني، والفريق المصري لا زال متقدم بثلاثة أهداف لهدفين. الخطأ في المنتصف عند محمود شريف من جانب الفريق المصري، تسجيلة مباشرة باتجاه المرمى بعيدة، تخلصت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى. الوقت ثمين في شوط المباراة الثاني بلا شك، وتقليل الأخطاء سيكون العنوان الأبرز من جانب الفريقين في هذا اللقاء. ركلة إدخال مرة ثانية بشكل رائع من جانب يوسف عبد الرب، يحول كرة مضت مرة ثانية، محاولة لازالت مستمرة. العدد الأكبر من جانب الفريق المصري في التواجد في المنطقة الخلفية في الوقت المتبقي من شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. الكرة تحولت إلى رمية مرمى، رمية مرمى سريعة، لمسة وتقدم لكن مقطوعة إلى حارس المرمى محمود إبراهيم. الشوط الثاني يبدو أبطأ من النظيرة في شوط المباراة الأول من خلال الأداء الحاضر، والحذر ربما هو اللي يسيطر بشكل أكبر على هذا الشوط بالرغم من تقدم الفريق المصري لنتيجة شوط المباراة الثاني، ولكن الفريق اليمني يبدو هو اللي يضغط بشكل أكبر للمعادلة وهذا أمر طبيعي. محاولة خطيرة، الرابع خلص الكلام معاك، خلص الكلام يا حمودة، يسجل هاتريك ويضع الفرحة لهذه الجماهير، لأبناء الفراعنة، هدف رابع وبفارق هدفين. لاحظ حمودة تقدم بشكل رائع من أمام مدافعين، انطلق كالسهم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الرابع. يمنية هذه المرة إلى ركلة ركنية، استمرت السرعة، استمرت الإثارة، واستمرت الأهداف في الولوج من جانب الشباك الفريقين، مضت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة إدخال، ركلة إدخال. أربعة أهداف لهدفين، وفرصة كانت يمنية في اللقطة الماضية مضت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة إدخال تحولت سريعة، صافرة وخطأ لمصلحة الفريق اليمني. أربعة أهداف لهدفين، والإثارة راح تستمر من جانب الفريقين داخل أرضية الملعب. للتو سجل الفريق المصري هدف واصل تألقه، وواصل أيضا الفارق المتواجد في شوط المباراة الأول وبفارق هدفين. أربعة أهداف لهدفين، والهاتريك في هذه المباراة للنجم الأبرز
المصري محمد حمودة، كرة تتحول للطرف الأيسر، مستمرة لازالت من جانب يوسف عبد الرب. يوسف ينطلق بكرة، مرور رائع، يمرر إلى الجهة اليسرى، إغلاق المنافذ تماما من جانب الفريق المصري. المحاولة لازالت مستمرة، أربعة من أمام ثلاثة من المهاجمين، أمر صعب جدا في الاختراق، أمر صعب في المناولة، بل هي سهلة على الفريق اليمني. لازالت، يا سلام على التغطية من جانب اللاعب المصري المتابع للكرة الماضية عبد الرحمن صبري، اللي يصاب طبعا بالشد العضلي في اللقطة الماضية. من المحاولة الماضية من جانب الفريق اليمني 4-3 في كرة صعبة كانت على مرمى الفريق المصري، واللاعب عبد الرحمن صبري هو اللي أبعد الكرة الماضية. والأمر اللافت في هذه المباراة الجماهير الرائعة اللي تضفي جو رائع لهذه المباراة من جانب الجمهور المصري بشكل كبير داخل أرضية الملعب. ركلة إدخال الآن لمصلحة عبد الله العرولي، عبد الله يمرر، مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة إدخال. ركلة إدخال، كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب مرة ثانية، مرور سليم، لمسة خطيرة، التقليص قريب من جانب الفريق اليمني، مستمر الآن إلى لمسة يد، لا حكم اللقاء يشير للاستمرارية في المحاولة الماضية. وصلت يمنية، عدنان قاسم يحول كرة إلى عباد أحمد، عباد لمسة مقطوعة وبعيدة إلى خارج أرضية الملعب. 7 دقائق مضت، 13 دقيقة متبقية هي كفيلة بالعودة للمباراة بشكل سريع. وهذه كرة القدم للصالات عنوانها الأبرز هو الوقت. الآن محاولة إلى ركلة إدخال، ركلة إدخال أمامية في الجانب الأيمن، مستمرة. أي خطأ من جانب الفريق اليمني سيكلف المباراة ربما ويجعل الفارق 3 أهداف، وهذا أمر صعب جدا الآن. لا والله، هي فرصة للتقليص، ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة من عبد الله العرولي، هو اللي سجل هدفي الجالية اليمنية في شوط المباراة الأول. يفشل بتقليص النتيجة ويفشل بتسجيل هدف الهاتريك في اللقاء. كرة تحولت إلى ركلة إدخال، الخلفية والبحث عن التقدم للأمام دائما من جانب الفريق اليمني. بلا شك الأمر طبيعي جدا أن يهاجم الفريق اليمني فيما تبقى من زمن شوط المباراة الثاني. مضت الكرة من أمام اللاعب عباد أحمد إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة إدخال أمامية سريعة، لمسة، محاولة استمرارية في التقدم من جانب الفريق اليمني، وقد يجد نفسه متأخر بأكثر من ذلك إذا ما طبعا تقدم بدون تركيز في المناطق الخلفية، وهذا ما شاهدناه في شوط المباراة الثاني. والفريق متأخر الآن بفارق هدفين، 4 أهداف لهدفين، وهدف سريع من الهداف البارز للفريق المصري طبعا اللاعب المتألق دائما محمد حمودة، سجل طبعا هاتريك في هذه المباراة. وحارس المصري واقع على أرضية الملعب، الحارس محمود إبراهيم. سلامات لمحمود، ويواصل مع الزملاء في الوقت المتبقي من شوط المباراة الثاني والمباراة. رمية مرمى أمامية تخلصت إلى الجانب الأيمن، عدنان يناول في الجانب الأيمن، مستمرة لازالت للفريق اليمني. يجد نفسه وهو يواجه بالغ الصعوبة في شوط المباراة الثاني للوصول إلى مرمى الفريق المصري في هذا اللقاء. كرة تتحول إلى الخلف، مستمرة في الجانب الأيمن، مضت أمامية سريعة، تخلص من الفريق المصري من محمد، لكن مقطوعة من أمامه، سريعة، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. الأمر صعب جدا في بالغ الصعوبة من الفريق اليمني، يواجه دفاع قوي، وطبعا الأسلوب اللي تغير من جانب الفريق المصري الآن بالاعتماد على الكرات المرتدة، عملها في بداية شوط المباراة الثاني وسجل هدف رابع، ربما يؤمن الموقف
بهدف آخر في شوط المباراة الثاني، ويضع الأمور بشكل أكبر في المنتصف. محاولة مستمرة أمامية سريعة خطيرة، لا زالت فيها تقدم، ولكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى. رمية مرمى فعلا قد يواجه الفريق اليمني صعوبة بالغة في اختراق الدفاع المصري بعد تغيير أو ينتهج أسلوب آخر. فرصة والخامس، الهدف الخامس قد ينهي المباراة من الخطأ الكبير. فعلا فرصة هدف خامس تصعب من المهمة. لاحظ الكرة اللي وصلت بشكل رائع من جانب كريم، هو اللي جاء كريما في هذه المباراة ويسجل هدف خامس لمصلحة الجالية المصرية. الآن الأمور باتت صعبة، 5 أهداف لهدفين، والفرحة تأتي للمدرج المصري للمرة الخامسة في هذا اللقاء. كرة تحولت، باتت الأمور صعبة، وأنك تواجه فريق منظم في أرضية الملعب من هذا الشوط. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال، ركلة إدخال في المحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. فعلا كان يستثمر الخطأ الماضي، ركلة إدخال يمنية. 5 أهداف لهدفين، محاولة مستمرة خطيرة تسدد، لا زالت موجودة لكن مقطوعة لكريم مرة ثانية. يناول الكرة لحنفي، تمريرة، استلام ومرور، إكمال لمثلث، ولكن لا يكتمل المثلث باللقطة الماضية. الكرة تتحول إلى ركلة إدخال، ركلة إدخال للأمام سريعة مستمرة، لا زالت مقطوعة من جانب أنيس ناصر. يبرر كورته ليوسف عبد الرب، يوسف خطأ في التمرير، المحاولة مستمرة ليوسف، يحول لكرة. العودة اليمنية مستمرة في المباراة، العودة اليمنية مستمرة في هذه المباراة. 5-3 هذه المرة من أقدام عباد أحمد، هو اللي يسجل الهدف الثالث. 5-3 بفارق هدفين، وفي 8 دقائق أو 9 دقائق على نهاية الشوط الثاني من المباراة. الكرة فيها الآن محاولة من جانب الفريق المصري، مضت إلى خارج أرضية الملعب بفارق هدفين الآن 5-3، والكرة تحولت لمصلحة الفريق المصري. تألق حارس المرمى، الحارس عمرو اللي حول الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بل هو الحارس أنيس ناصر من جانب الفريق اليمني. وقت مستقطع، الأمر يستدعي وقت مستقطع من جانب الفريق المصري. تلقت شباكة هدف ثالث، وهو اللي قرب نتيجة شوط المباراة الثاني بعد أن شاهدنا أيضا 5 أهداف بفارق 3. الآن تصبح النتيجة 5-3 وبفارق هدفين، والأمر لا زال موجود داخل أرضية الملعب للعودة للمباراة من جانب الفريق اليمني داخل أرضية الملعب. والإثارة مستمرة في هذه المباراة من ناحية الأداء، واللي يطفي على طبعا هذه المباراة الجماهير اللي تحضر تؤازر تشجع، وهي مستمرة أيضا في تشجيع الفريقين من جانب الجالية اليمنية أو الجالية المصرية في مدرجات مدينة خليفة الرياضية، والاستمتاع مع هذه المباراة المثيرة. هذا هو الهدف اللي قلص النتيجة ووضع الفريق اليمني طبعا بالهدف الثالث، والآن بفارق هدفين 5-3. وقت مستقطع مدته دقيقة يأخذ الفريق المصري بعد أن وجد نفسه الآن قريب من المعادلة. 5-3، الكرة تحولت إلى مصلحة الفريق المصري، وركلة إدخال. فعلا الكرة فيها ركلة إدخال للجالية المصرية هذه المرة. عند كريم أحمد، هو اللي يسجل الهدف الخامس. كريم، كرة تتحول إلى حارس المرمى، سريعة مقطوعة تصل للفريق الأحمر لحنفي، يناول كرة، مضت كرته لخارج أرضية الملعب، ركلة إدخال مرة أخرى، تحولت ليوسف عبد الرب. فريق اليمني لا يستعجل في التقدم،
يبحث عن ثغرة تصل إلى المرمى المصري وتقليص النتيجة بفارق هدف. محاولة، هو قريب من ذلك. الحارس المتألق، الحارس المتألق محمود إبراهيم يبعد الكرة ويبطل مفعول. كرة يمنية كادت أن تضع الفريق طبعا بفارق هدف. لا زالت المحاولة مستمرة للأمام، خطيرة من داخل منطقة الجزاء من أمام أربعة من المدافعين، مقطوعة مستمرة. حكم اللقاء يعطي الأفضلية ولكن التمريرة تأتي بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رمية مرمى، رمية مرمى إلى مصلحة الفريق اليمني. يوسف عبد الرب، يوسف يبحث عن لمسة خطيرة والحارس المتألق وصلت الآن للاعب الأبرز اللاعب محمد حمودة، يستلم كورته. التسديدة والفرصة إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية. 7 دقائق على نهاية المباراة وبفارق هدفين الآن 5-3. ركنية تتحول أمامية، خلصها حارس المرمى إلى ركنية أخرى في شوط المباراة الثاني. مستمرة، حنفي يتركها، حمودة تمر من أمامه، هي سريعة الآن في التمرير، خاطئة. المحاولة مستمرة، فرصة السادس لا زالت موجودة. السادس السادس السادس، الله الله الله، خلاص خلص الكلام معاك، خلص الكلام معاك يا محمد حمودة. يسجل الهدف للتو فقط، نازل إلى أرضية الملعب ويسجل، يعود مجددا من دكة البدلاء ويسجل الهدف اللي يضع الفريق في المقدمة هذه المرة للمرة السادسة في هذه المباراة. هذا هو اللاعب المتألق يتحير، أو اللجنة المنظمة واللجنة الفنية قد تتحير مع هذا اللاعب، إما يأخذ جائزة الهداف أو يأخذ جائزة أفضل لاعب في البطولة. الكرة تتحول، لا زالت مستمرة، فرصة لكن مقطوعة. عادت المباراة بفارق 3 أهداف، تصبح النتيجة 6-3. لا 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 لا، الهدف السابع من هذا اللاعب. لاحظ الكرة من كل الزوايا يأتي بالأهداف، من كل الزوايا يأتي بالأهداف. محمد حمودة أخذها من الجانب الأيسر من زاوية ضيقة، يسجل الهدف اللي يضع الفريق المصري وللمرة السابعة. قد نبارك سريعا للجالية المصرية في هذه البطولة من تألق حمودة اللي يسجل الهدف السابع الآن، والمحاولة مستمرة. سوبر هاتريك لحمودة، سوبر هاتريك لحمودة في المباراة. الكرة تتحول للأمام، لازالت وصلت في الجانب الأيسر، مستمرة إلى الفريق اليمني. التقدم للأمام في الوقت الأخير من المباراة والبحث عن التقليص قبل نهاية هذا اللقاء. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، 5 دقائق تقريبا على النهاية. 7-3، 7-3، والفريق المصري يضرب بقوة. أبناء الفراعنة يأتوا بقوة ضاربة في هذه المباراة، 7-3، تصعب من الأمور وتضع الفريق المصري قريبا من الحصول على لقب هذه البطولة في نسختها الأولى طبعا من بطولة الجاليات. من هذا الفريق القوي المنظم، وبالرغم من خسارته في الدور التمهيدي من أمام الفريق اليمني 7-6، هو الآن يعيد المباراة 7 أهداف ويرد الدين على الفريق اليمني. فعلا يرد الدين على الفريق اليمني ويسجل أيضا 7 أهداف قابلة للزيادة، فعلا هي قابلة للزيادة في نهاية هذا اللقاء. الكرة تحولت الآن إلى ركلة الخال، جانب من الجماهير الحاضرة والمنصة الرئيسية طبعا من كبار الشخصيات في صالة مدينة خليفة الرياضية. هنا تتحول الكرة إلى الأمام، الكرة سريعة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى. 4 دقائق و30 ثانية على نهاية المباراة، والجالية المصرية تقترب من الحصول على لقب هذه البطولة. مستمرة، لا زالت في المنتصف. محاولة من جانب الفريق اليمني، تسديدة من جوار القائم الأيسر ليوسف عبد الرب، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية مرمى لمحمود إبراهيم. كرة مقطوعة،
الضغط على حامل الكرة من أمام الدفاع المصري، مرتدة سريعة فيها صافرة وخطأ، صافرة وخطأ من خارج منطقة الجزاء. هذه عادة للخطأ الماضي للفريق اليمني. كرة ثابتة هي الأولى في المباراة للفريق اليمني قريبة من المرمى، وهذا أيضا يعكس طابع المباراة وصورة تحكي على واقع هذه المباراة داخل أرضية الملعب. 7 أهداف لـ3 بفارق 4، وفي 3 دقائق أخيرة من شوط المباراة الثاني محاولة يمنية تسديدة سهلة ليد حارس المرمى من المحاولة الماضية. أمامية الآن، كرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال، ركلة إدخال سريعة تتحول، مناولة بشكل سليم مضت إلى خارج أرضية الملعب. الفريق المصري يلعب بأريحية الآن في نهاية شوط المباراة الثاني بفارق 4 أهداف، وفي آخر 2:50 على نهاية المباراة. الكرة تتحول للأمام، فرصة خطيرة لا زالت مقطوعة للفريق اليمني، أمر طبيعي بأن يهاجم الفريق اليمني في نهاية اللقاء لتقليص النتيجة. وطبعا بأريحية تامة الفريق المصري يدافع لكسب الوقت بشكل أكبر. مرتدة، هذه محاولة لا زالت في منتصف أرضية الملعب، المحاولة المرور من جانب كريم أحمد لكن كورته مضت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة إدخال تتحول، البحث دائما عن التسديد من الجانب الأيسر، والبحث دائما أيضا عن اللاعب محمد حمودة. مضت إلى رمية مرمى، خلفية مستمرة، تقدم، تغطية بشكل سليم إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة ركنية. ركلة ركنية 2:00 وهي مسألة وقت فقط لنبارك للفريق المصري والجالية المصرية للحصول على بطولة دوري خالد بن حمد للجاليات، لدوري الجاليات، هذا الدوري المستحدث في هذا العام وأخذ طابع كبير خصوصا في الأدوار الإقصائية، وأيضا في المباراة النهائية شاهدنا الإثارة موجودة بشكل أكبر في هذا اللقاء. كرة تتحول، مباراة من أجمل المباريات خصوصا في شوطها الأول من جانب الفريقين. طبعا يمتلكان عدد وافر من اللاعبين المميزين داخل أرضية الملعب، ولكن السيطرة والكلمة جاءت للفريق المصري أخيرا. هنا يعيد المباراة مجددا ويستطيع من رد الدين اللي كان عليه والخسارة اللي كان عليه طبعا في الدور التمهيدي بخسارة 7-6. هنا الآن يسجل أيضا 7 أهداف، ولكن 7-3 يرد الدين بشكل كبير، ولكن بشكل أكبر هو الحصول على لقب هذه البطولة. وحمودة يفقد الكرة، حمودة يفقد الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو محمد حمودة في الفرصة الماضية، كورته تحولت إلى ركلة إدخال، ركلة إدخال خلفية مستمرة، لا زالت محاولة مستمرة من جانب الفريق المصري، تغطية، قتال على الكرة بشكل أكبر، فرصة الثامن لكن مقطوع الآن إلى منتصف أرضية الملعب. 30 ثانية على النهاية، فرصة العودة، فرصة الرابع للفريق اليمني، ولكن تبدو الأمور صعبة هذه المرة من قدم اللاعب يوسف عبد الرب، يسجل الهدف الرابع لتصبح النتيجة 7-4. 7-4 في الكرة الماضية، 26 ثانية على النهاية في المنتصف. لمسة، مرور، أمامية بشكل رائع، خطيرة، تتحول إلى خطأ، فعلا خطأ في اللقطة الماضية واضحة تماما، والدفع أيضا موجود من جانب أحمد نصر الدين في الكرة الماضية. لمسة سريعة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال، 10 ثواني تقريبا على نهاية المباراة، والأمور تسير لمصلحة الفريق المصري. الجالية المصرية محاولة مستمرة، هي خطيرة، لا زالت، أوه، عودة تأتي في الثانية الأخيرة، تصبح النتيجة الآن 7-5. 7-5، لاحظ العودة تبدو متأخرة على الفريق اليمني، عودة متأخرة 7-5،
ونتيجة الدور الأول تقترب من هذه المباراة، ولكن تنتهي هذه المباراة أحبائي الكرام بانتصار الفريق المصري ب7-5 في مباراة مثيرة جمعت ما بين الفريقين في هذا اللقاء. الفريق المصري يرد الدين، ولكن هذا الدين يبدو ثمينا في هذه المباراة، وهي طبعا كأس هذه